ورجعنا لكم من جديد وفقرتنا التانية عن Black Friday. Black Friday ده بيبقى اليوم اللي بعد عيد Thanksgiving على طول، وعادة ده أزحم يوم في التسوق في السنة. البرشمتين دول باخدهم عارفة للصداع صداع. اللي هم ايه قالت عليهم قوليهم كده بلاك فرايدي. ما دي مجموعة شيكاغو برجر. ايوه شيكاغو برجر. بلاك فرايدي بلاك فرايدي از ذا بيزيست شوبينج داي اوف ذا يير. ازحم يوم في التسوق في السنه عشان بيبقى بدايه التسوق بتاع كريسمس وكل الاعياد اللي بتيجي. فعاده في امريكا وبتلاقي اليوم ده الاسم طلع على المشاكل والزحمه والخناقات اللي كانت بتحصل في الشوارع بين الناس في اليوم ده تحديدا. وحتى لو تتفرجوا دلوقتي على اي يوتيوب هتلاقوا حاجات كده الواحد مش بيصدق، الناس عماله تتخانق وتدوس على بعض وتشد شعر بعض كلها علشان بيبقى في تخفيضات كبيره قوي بتحصل، فهم بيحاولوا ينتهزوا الفرصه يجيبوا الحاجات اللي هم محتاجينها. مصر قررت تعمل بلاك فرايدي، قرروا يسموه الجمعة البيضة عكس الجمعة السوداء، يعني حاجة تانية، راحوا اتجاه تاني خالص مش عارفة ليه. فدي أول حاجة. تكلمي على إيه؟ مش فمش عاجبك يعني إن مصر تعمل يوم بتسميه بدل الأسود أبيض؟ هو أنا عايز أعرف ليه قرروا يسموه اليوم الأبيض الجمعة البيضة بدل الجمعة السوداء؟ دي أول حاجة. عشان هو ما فيش سواد ممكن يحصل. ربنا ما يجيب سواد. ويوم الجمعة ده يوم جميل ومبارك. احنا السواد عندنا طول السنة لسه هنسودها يوم الجمعة. هي الجمعة بالأخص يوم حلو يعني. ما انتوا كده كده واخدين الفكرة من بره. لا ما احنا بقى بنصورها. بنحب نحط التاتش بتاعنا. خلوا الفكرة زي ما هي وبعدين ما عملوش. طيب سبتوا خلينا نعدي الموضوع. التطوير ايوه التلقيح بس هو التطوير ده بقى جاء على حساب المصريين، عشان في امريكا بلاك فرايدي بيبقى فيه تخفيضات كبيره جدا في الاسعار. اللي حصل هنا في مصر ان هم جربتي البلاك جربتي الوايت بتاعنا. ما هم الوايت بقى عملوا فيه ايه؟ الوايت قرروا ان هم هيخلوا الاسعار زي ما هي، يعني هم خفضوا الاسعار قبل كده وبعدين جاء يوم الجمعه البيضاء رجعوا الاسعار زي ما هي، والناس كلها رايحه تعمل شوبينج فاكره انه ديل ولقطه. يعني مش عاجبك اللي حصل عندنا ولا في مصر؟ وانه حتى ما وفروش فلوس. لا لا كان هي الفكره كلها هوس. لا في حاجه اسمها جمعه بيضاء خلينا نعمل شوبينج. طب المفروض ان الفكره ان انت يعني رايح في اليوم ده بالذات عشان في سيلز، لو السيلز دي ما حصلتش بس استفدت ايه؟ لا حصل تخفيض في الاسعار في الجمعه البيضاء وحصل تزاحم في المولات. وعايز اقول لك بقى زودوا الاسعار قبل اليوم بالظبط وبعدين في اليوم ده رجعوا الاسعار. احنا مبسوطين، احنا عايزين ناخد على قفايلنا. لا كنت موجوده. طيب انا عايزه اقول لك حاجه، هم في الاخر البلاك ولا الوايت دوت بيبقوا اساسا التجار عايزين يخلصوا من البضاعه المخزنه بتاعه السنه دي، لان في بضاعه دي اتصنعت ونازله فبيبقى وجودها بيسموه مخزون هالك. يعني انا ليه ما اقدرش اعرضها في الموسم الجديد؟ بيضة. فبدل ما خساره مثلا مكسبها مثلا 100,000 لا انا اخلص منها واكسب 10. بس لازم يبقى في تخفيض في السعر. كان في لا هم زودوا الاسعار قبل اليوم ده وبعدين جم في اليوم ده بالذات وراحوا ايه منزلين السعر، فالناس فاكره ان في تخفيض طلع ان ما فيش تخفيض. فهي دي الفكره انه على الاقل انا ده اللي حصل في مصر. لكن فقرتنا بقى بتتكلم ايه يا جماعه؟ فقرتنا بتتكلم على بلاك فرايدي. يعني هي بتتكلم في حاجه هي احنا رجعتوا للشوبنج. انا بقول لكم حاجه، الناس المحلات كلها بتعمل اوكازيون ليه؟ بيبقى عنده بضاعه هتبقى موسمها قديم وموديلاتها خلصت وفي بضاعه ثانيه نازله، فهو بيقول لك بدل ما اوديها المخزن وبعد كده مش عارف ابيعها وكده كده لازم افرش الجديد ليه اكسب فيها؟ طب ما انا ابيعها بتكلفتها وممكن اخسر ربع بس المخازن ما تتمليش. فهو من مصلحه البائع ان هو يتخلص من البضاعه دي. يعني حتى ده ذكاء التاجر المصري. بس احنا الفقره مش عن ذكاء التاجر المصري، الفقره عن ازاي مصر غيرت فكره بلاك فرايدي. الفكره بتاعت الفقره ان ازاي مصر خدت فكره بلاك فرايدي دي وقلبتها خليتها جمعه البيضاء. هنطلع تقرير نشوف الناس رايهم ايه. لسه هنطلع تقرير؟ البلاك فرايدي اغلب المحلات بتبقى عامله سيل بيوصل ل 70%. هو بلاك عشان في امريكا كان في ازمه اقتصاد جامده وكده فقرروا ان هم يخفضوا كل الاسعار. سنه 43
حصل حاجه اسمها جريد ديبريشن. ايه بقى جريد ديبريشن ده؟ ده عباره عن ايه؟ حصل انهيار في البورصه. البورصه وقعت. خلاص. هو بلاك فرايدي عشان كان في ديبريشن في امريكا وكده فخفضوا الاسعار، ما اعرفش وايت ليه بصراحه. هو ايه اللي اسود بره وابيض عندنا؟ ابيض عندنا عشان ما فيش فلوس، واسود بره عشان في فلوس. هو انا اللي اعرف ان هو اسود في الاثنين، ما فيش وايت خالص. هنا في برضو اسبوع بيبقى ابيض واسبوع بيبقى اسود غالبا. في هذا اليوم نرخص الاسعار. يا جدعان حد يربط الواد ده. ورجعنا بعد التقرير، وسواء كانت الجمعة بيضة أو الجمعة سودة، والجمعة السودة اللي بقت عندنا بيضة، فأنا شايفة أنه هي فكرة حلوة. المشكلة الوحيدة التزاحم الفظيع اللي بيحصل والتقاطل الفظيع على البضاعة، وكأنها آخر حاجة هتبقى موجودة في الحياة البضاعة دي واليوم ده. لكن أنا بصراحة بشوفها فكرة حلوة جدا وبشجعها، وما عنديش أي مانع أنها تتكرر، بس بشوية نظام أكتر من كده، عشان اللي حصل السنة دي كان مهزأ. أشتري الحبيبة حاجة للرياضة، أي بقى أوتفيت للرياضة، أشتري البدرية حلق وعقد، طق لازم يكون طق، حلق وعقد وغش وخاتم عشان هي تحب الطقم قوي، وأشتري الانتصار، ممكن أشتري لها باروكة مثلا عشان هي بتشتغل كتير وبتنحت كتير وغالبا راعت، فممكن أشتري لها باروكة. وبعدين احنا التجار بتوعنا مش مستاهلين، احنا معاهم ستات مصريات زي الفل بيعرفوا يفصلوا، ففي اي وقت حبيبه قلبي هتعوزي حاجه اعتبري طول السنه السنه السوداء والبيضة عندنا. جمعه السوداء انا اصلا ما بروحش جمعه من دي عشان اشتري لنفسي، اروح اشتري لهم هم ان شاء الله عنهم اشتريت لهم. انت بتفصلي بتاخدي الحاجه بالرقم اللي انت عايزاه ما شاء الله. الست المصريه مش مستنيه اوكازيونات ولا جمعه بيضة ولا جمعه حمراء. وبعدين احنا ليه بنستغل اليوم كله نتدافع وننزل كلنا كاننا ما فيش في بيتنا بجامه، كان ما فيش في بيتنا قميص نوم؟ ايه في ايه؟ الدولاب مش مليان صيفي وشتوي؟ نازلين تجروا على المولات وفوق بعضيكوا ليه؟ اصل حاجات رخيصه، الحاجات رخيصه ايه وانت محتاجاها؟ لازم الانسان لما حتى يبقى فيه اوكازيون ان شاء الله هتاخدي الحاجات ببلاش، تعرفي انت محتاجاها ولا مش محتاجاها؟ وهتاخديها تحطيها فين في الدولاب؟ ولا احنا غاويين نكوم ايه 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 هندفع فلوس قليله؟ لا انا عايزه الحاجه دي ولا مش عايزاها؟ المفروض نتعلم نشتري اللي احنا محتاجينه. صح. هي فكره بلاك فرايداي تحسيها شويه زي فالنتاين وهالوين كده، لما تلاقي حد بيقول راجل بيقول لراجل هابي فالنتاين وست تقول لست هابي فالنتاين، وهو عيد حب مفروض بين حبيب وحبيبته مش راجل وراجل ست وست، فهي نفس الفكره. بلاك فرايداي جابوها عملوها فرايداي وايت فرايداي، بس لو الناس استفادت يبقى احنا مبسوطين. هنطلع فاصل، استنوا.